Good morning, children. How are you today? اليوم بدنا نكمل بالحروف الأبجدية الألفابت letters. The English letters, the English alphabet. أخذناهم إحنا A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. وقفنا آخر شيء عند X اللي بحرف اللي وراها اللي هو Y. الحرف اللي بيجي بعدها هو حرف Y. Y. نقرأه الحرف Y. إيش الصوت تبعه؟ إيش يعني إيش الصوت؟ يعني كيف بنقرأ الحرف بخلال الكلمات؟ كيف بنقرأ الحرف بالكلمة؟ نقرأه يا 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 يا. إيش الصوت تبعه؟ What's the sound for the letter? The sound is يا يا. صوت الحرف يا. The sound is يا. زي ما قلنا هنا the sound is كس كس. صوت الحرف كس. هنا صوت الحرف يا. هنا قلنا صوت الحرف و. اوكي صوت الحرف و. صوت الحرف ف ف ف ف. إذن إيش صوت الحرف هون؟ يا يا. الحرف هون بنقرأه بين الحروف بنقرأه واي، بس صوت الحرف هو يا. تعالوا نشوف إيش الكلمات اللي عنا اللي فيها حرف الواي. من الكلمات اللي فيها حرف الواي اللي هو الصوت تبعه يا يا يا. يات 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 يعني قارب، أو يخت اللي هو القارب الصغير. يات يات. لاحظ يا أ، هدول ما بنلفظهم ما بنلفظهم. يا أ ت يات يات، هدول ما بنرح نلفظهم. أوكي نعمل بالإكس خفيف عليها لأنه ما رح نقرأهم. تنقرأ يات صح، تنكتب فيها هدول بس ما بنقرأها غير يات يات. إيش يعني يات؟ اللي هو اليخت أو السفينة أو القارب الصغير. يات يات. إيش كمان في عنا؟ يام يام. إيش يعني يام؟ هاي اللي هي البطاطا الحلوة اللي بنسميها البطاطا الحلوة. هاي اسمها يام، هاي اللي هي البطاطا الحلوة اسمها يام. هاي بناكلها بالشتاء، بنشويها على الصوب، احيانا بنحطها مع الاكل تبعنا اسمها يام يام. نلاحظ انه عندنا حرف الواي يا أ م يام يام يام. مرة تانية يات يات، قلنا هاي ما رح نلفظها، رح نقول يات يام. هنا إذن شو الحرف تبعنا؟ هو حرف الواي. شوف كيف شكله حرف الواي، شايفين ما أحلى حرف الواي؟ حرف الواي هو عبارة عن أوله V من فوق ولها عصاية تحت. V من فوق وإلها عصاية تحت. طبعا هذا الشكل بنقدر نشوفه كتير موجود بالشجر، بالشجر والزريعة. Y يا 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 يا. يات يام يات يام. اوكي
وفي كمان عنا ايش؟ عنا اليويو، عنا اليويو هاي اللي هي اسمها اليويو. يويو ايش يعني اليويو؟ هاي هي اللعبة اللي هي فيها الخيط والبكرة. يويو يويو اللي هي لعبة اليويو. اوكي شوفها، هاي هي لعبة اليويو، شايفينها؟ يا لعبة اليويو يويو يويو. إذن عرفنا الكلمات يات يام يويو. وآخر إشي كمان بنعرف اللي هو لون اليلو، اللون اللي هو اليلو يلو، هذا لون الأصفر يلو يلو يلو، اللون الأصفر اللي هو يلو يلو. كمان مرة، في عنا يويو يلو يويو يلو، وعنا اللي هون اللي هي اليام يام يام. وأول كلمة أخذناها يات يات يات، الحرف واي بنقرأه يا، حرف الواي بنلفظه يا. عيدوا وراي، يا 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 يا. بدكم تعيدوا وراي كمان مرة، يات يات يام يام يويو يويو يلو يلو يلو. اوكي اذن اليوم كان حرفنا حرف الواي. هلا بدنا نشوف كيف بدنا نكتب هذا الحرف على الاسطر. نلاحظ انه حرف الكابيتال، طبعا زي ما قلنا دائما حروف الكابيتال تكون من السطر الاول الى السطر الثالث. هذا الحرف الواي بيبدأ من السطر الاول، بيعمل حرف الفي وبينزل خط تحت. كمان مرة، نعمل حرف الفي وبينزل خط تحت. عدوها كمان مرة هون، حرف الفي وخط تحت. تمام، ما بدي تعملوا لي اياها مشخبطه وعوجه وهيك اشياء، لا، لازم النقطه، لازم يجي الخط بالنص، حرف الفي ومن النص هون بينزل الخط مستقيم تحت. اوكي، بخط مرتب، ما بدي انا نركض نركض، نعطي مسافة بينهم عشان يكون الخط واضح. الفي ومن النقطة هاي بننزل خط مستقيم. اوكي كملوها. طيب نيجي نشوف السمول لتر، الحرف الصغير. شوف ما احلى الحرف الصغير. هنا قلنا الحرف الكبير بيبدأ كأنه في، هون الحرف الصغير رح يبدأ كأنه حرف اليو، حرف اليو، شايفين حرف اليو، بس رح ننزل لتحت. كمان مرة، رح نبدأ بالحرف كأنه بدنا نكتب حرف اليو اللي هو الأ أ أ، ورح ننزل تحت يا. كمان مرة نعمل كأنه بدنا نعمل حرف اليو، نوقف بعدين بنرجع على نفس الخط تحت، بعمل يا. كمان مرة بنبدأ من النقطة هون اللي هو السطر الثاني، لأنه سمول لتر حرف صغير، بينزل لتحت
وبيطلع لفوق، ما بنشيل القلم، محله ما زي ما هو القلم، بنرجع بننزل على الخط نفسه تحت تحت للسطر الرابع اللي تحت، نعمل تمام. بدنا نكملهم آخر مرة قبل ما نروح، بدنا نسلم على حرف اليو، سوري حرف الواي، حرف الواي، يا 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 يات يات يات، يام يام، يويو يويو، يلو يلو يلو. اوكي حبايبي، نكمل على الكتاب، نقرأ الكلمات ونكمل على الكتاب الحرف. Thank you.